اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده فقره تعليميه، ازاي نعلم ولادنا يخشوا المطبخ يعملوا الحاجات اللي هم بيحبوها حتى لو كان بنشتريها من بره. يعني ممكن نكونوا خارجين خارجه حلوه بنتفسح واخدين ولادنا بنعشيهم بره، والله يا ماما انا بحب اكل البيتزا المحشيه اطرافها جبنه، تعالي يا ابني تعالي يا بنتي نخش المطبخ وتعالوا نعملها صح. ويبقى الشيف المغازي اول حد علمك تعملي البيتزا او تعملي عجينه البان كيك او تعملي اطباق الاومليت المختلفه لاول مره على شاشه القناه الاولى. ايه رايكم النهارده؟ فتعالوا مع بعض النهارده نتابع الحلقه من البدايه. هنعمل بيتزا محشيه اطرافها جبنه بحشوات مختلفه، اذا كان لحمه او فراخ او سوسيز او هوت دوج زي ما احنا عايزين. معانا النهارده عجينه البان كيك هنعملها بالشوكولا ونعملها بالايس كريم حسب الرغبه، وفي محلات كتيره اساسها طبعا هي عجينه البان كيك ولكن بحشوات مختلفه. وبتلاقوا بقى خارجين عايزين ناكل البان كيك النهارده بالشوكولا بالايس كريم بالفراوله. اهم حاجه تعملي العجينه صح، ونفس الموضوع اهم حاجه تعملي عجينه البيتزا صح. اما بالنسبه لعمايل البيض بقى الصبح بالذات والفطار الاساسي بتاعنا مع طبق الفول، وانا بنصح بيه طبعا لان البيض منتج جيد جدا للبروتين الحيواني ومتعدد الاصناف والاطعمه، يعني ممكن ناكله بالجبنه، ناكله بالخضار، ناكله باللحمه المفرومه، ناكله اومليت كده بسيط وسهل بالزبده والثوم زي ما احنا عايزين. فانا النهارده برضو هشرح ازاي نعمل اطباق اومليت كتير وما يبقاش محروق منك ولا لازق في الطاسه، وفي نفس الوقت يبقى طري معاكي حتى لو بدي تسخنيه بعد شويه. اكلنا ابني جه بعد كده وانا ريحت شويه وعايز اكل تاني مفيش اي مشكله، لان معانا مشكله مع طبق البيض لما بيبرد ونرجع نسخنه بيجلد. فانا الموضوع ده هخرجكم من النهارده ازاي تسخن الاومليت ويبقى طري في نفس الوقت. حلقات النهارده حلقه تعليميه، وازاي تعلمي اولادك وازاي الحاجه اللي بيحبوها ياكلوها بره تيجي البيت تعمليها صح. فعنوان الحلقه تعالوا نعملها صح، او تعالوا نعملها في بيوتنا، او هتروحوا بقيت تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا مع بعض. اعتقد ان الحلقه النهارده فيها شغل كتير وكمان معلومات كتيره قوي على فكره، وكل المبتدئين في المطبخ يهتموا بالحلقه دي اللي احنا هنعملها النهارده. ولكن ليا رجاء خاص، ممكن حد دلوقتي حبايبنا اللي قاعدين بيتابعوا الحلقه يقول لك انا يعني البيتزا لسه هبدا، لا في لغايه دلوقتي ناس بتسال ايه عجينه البيتزا وازاي نحشي الاطراف جبنه ونعملها بحشوات مختلفه، في ناس لغايه دلوقتي عايزه تعرف عجينه البان كيك. فبستأذن طبعا اللي قاعد دلوقتي، دي الفقره دي تعليميه وانا بهديها لكل ولادنا واولادكم اللي بيحبوا يخشوا المطبخ عشان تبقى ذكرى في حياتهم لاول مره اتعلموا على ايد الشيف المغازي على القناه الاولى يعملوا بيتزا. فمقادير البيتزا محشيه الاطراف جبنه على الشاشه. اول حاجه مقادير العجينه، عباره عن دي بتاخد خميره فوريه، معلقه سكر عشان الخميره تشتغل، معلقتين من زيت الزيتون، المادة الدهنية بتاعتنا ممكن نحط زبادي حسب الرغبة، ورشة ملح. دي مقادير العجينة. والحشوة موزاريلا وزي ما انت عايزة بقى، ممكن تحطي لحمة، تحطي فراخ، تحطي سجق ببريني، تعمليها بالمارجريتا، تعمليها بالفراخ، تعمليها زي ما انت عايزة. انا علشان اكسب الوقت بتاعنا وطبعا وقتنا من ذهب، انا عاجن العجينة وجاهزة، واعتقد ان انتوا حضراتكم شطار في عمل العجينة نفسها. دي العجينه اللي اتعجنت، وعلشان وقتنا انا بسيبها تتخمر بعد ما بنفرتها في الصينيه لمده 30 دقيقه بالشكل ده كده. مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري الاساتذه المصورين حبايبي، ادي العجينه بتاعتي معايا بالشكل ده كده. دي عجينه عاديه خالص، فردتها في الصينيه وسبت الاطراف كده زياده شويه عشان لما اتنيها يبقى في مساحه. دي الف بقى اهو، جبت عجينه فردتها في الصينيه اللي هشتغل فيها، وانت بتفرديها بتقطعي المساحه ب 2 سم زياده، تقوم تسيب الاطراف كده زي ما هي موجوده معايا. طب الاول هنحط التوبنج بتاعنا ولا نحط الاطراف جبنه؟ بالتاسيس طبعا لازم ناسس الاول الاطراف جبنه زي ما انا شغال كده. بتشتري من عند الراجل البقال او الناس المتخصصه بتبيع اجبان في جبنه موزاريلا اصابع بالشكل ده كده، اذا دي مش موجوده دي بتمشي. وانا هستخدم دي وديت عشان توارد المنطقه اللي انت ساكنه فيها ما يكونش فيه الجبنه اللي بالشكل ده كده، وتكون الجبنه الموزاريلا اللي احنا واخدين عليها موجوده في كيس بالشكل ده كده. فممكن نستخدم الاثنين مع بعض، بس هنشوف ازاي مع بعض. يبقى اول حاجه بفرد العجينه بالشكل ده كده، بعد مرحله التخمير الاوليه بفردها في الصينيه تتخمر لمده 30 دقيقه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده، واخد الجبنه الموزاريلا احطها هنا كده اهو بالشكل ده كده اهو.
جبن بيتزا محشية الأطراف جبنة. ها حلو، سؤال وجيه جدا جالنا دلوقتي على السوشيال ميديا، قال لي الأطراف لازم نحشيها موزاريلا، هي معروفة في المحلات محشية جبنة موزاريلا عشان جبنة مطاطية الأولاد بيحبوها كده بتشد لما بنقطعها، ولكن حطيتي جبنة رومي مش هتقول لا، مش بتبقى حلوة، حطيتي جبنة شيدر أعتقد هتبقى حلو، بس الشيدر ما بتشدش زي الموزاريلا، عشان كده فضلوها تكون موزاريلا اللي اخترعها من البداية خالص. حلو الكلام عشان نبقى واضحين مع بعض، ولكن حطيت اي نوع جبنه انت حباها مفيش اي مشكله، انا بزود الجبنه هنا. طب يا شيف انت عملتها بالشكل كده ينفع الجبنه دي؟ ينفع، تاخدها على ايدك كده اهو، شفتي اهو، بتاخد الجبنه بالشكل ده كده اهو، اللي متابع معايا اهو اهو، واعملها كده واحطها اهي، نفس القصه اهو، تاني اهو، جبنه موزاريلا بجيبها باخد شويه بايدي كده اهو، واحطهم في ايدي كده وابرمهم كده اهو بالشكل ده كده اهو، كانك بتعملي عجينه اهي، بس الجبنه طلعها من الثلاجه بالشكل ده كده اهو، واحط كده اهو، دي عايزه شويه اهي. يبقى عرفنا ازاي عندك نوعين من الجبنه، دي موجوده ريحتك، موجوده اللي هي المبشوره دي مفيش مشكله تستخدمي معايا كده زي ما انا شغال كده اهو، وخلي ايدك على وش العجينه كده عشان لو حتى جبنه وقعت ولا حاجه تستفيدي بيها اهو اهو. فين دي مكانها اهو كده تمام. لغايه دلوقتي اللي بيتعلموا مطبخ هتعمل ايه يا عم الشيف؟ التركيه الصغيره بجيب سكينه، حلو قوي اهو، وباخد طرف من البيتزا كده بقطعه اه عشان تيجي معايا بشكل دائري، دي التركه اهي عشان تيجي معايا شكل دائري اه، والفها كده اه اه، واتن الف بقى كده لغايه لما اجي عند نقطه الايه البدايه اللي هي دي كده اه 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 اه، وانا بقفل بقفل بدخل ده من جوه، وخلي بالك بقى ما يكونش فيه زيت هنا، ما انتش حاطه على العجينه من فوق زيت اه 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 حلو اه. انا مش بجيب حاجه اختراع، احنا ولادنا دايما يا ماما عايز اكل بيتزا بره، يا ماما البيتزا بره غير اللي انت بتعمليها، لا احنا دورنا على شاشه القناه الاولى نعلم ولادنا الصغيرين وولادي وولادكم جميعا اللي بيتابعونا في كل انحاء العالم من خلال شاشه القناه الاولى اهو، ازاي تخش المطبخ تعمل الحاجه المعروفه، يعني احنا مش بنخترع حاجه، اعتقد البيتزا دي موجوده في محلات كتيره بره اهو، على نصف الشارع على اول الشارع بدون ذكر الاسماء اهو بالشكل ده كده اهو، وتلاقيها كلها حجم واحد اهو، شفت دي فيها مليانه ازاي جبن اهو اهو، شفت نقطه اللي البدايه اهي 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 بلفها كده شكرا، تلاقي كلها حجم واحد اهو، وبايديا كده اهو، الطريقه اللي انا بعملها دي كده اهو، شفت الحركه دي مهمه جدا اهو اهو، بثبتها كده باطراف ايدي اهو وانا شغال اهو 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 عشان ما تطلعش منها اهو، وعلى ما احط التوبنج بتاعنا اللي هي صلصه الطماطم، بتتعمل ازاي دي يا شيف؟ دي عباره عن بصل وتوم زعتر، الشيف المغازي بيحب دايما يحط معاها يا اما لوز يا اما فول سوداني، بينضرب كده بيبقى ناعم عشان يدي قوام للصلصه ويديها قيمه غذائيه عاليه جدا، وتبقى اوميجا 3 موجوده في صلصه البيتزا، بما ان اولادنا واطفالنا الحلوين بيحبوا البيتزا فانت تعملي لهم كمين جواها، يعني ولادك بيحبوا البيتزا معجنات اه، طب ايه المشكله بستغل الفرصه واقدر ان انا احط في الصلصه او في الحشوه بتاعه البيتزا حاجات مفيده زي مثلا معلقتين من زيت الزيتون، معلقتين من زيت السمسم اوميجا 3، فول سوداني، تحط مثلا لوز مطحون مفيش اي مشكله زي ما انت حابه. هناخد يا عم الشيف ادي الصلصه بنضربها في الخلاط ولازم تحطها في الثلاجه، شفت القوام ده كده؟ القوام ده جواه فول سوداني او لوز اه 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 اه، مفيش لا ده ولا ده، معلقتين من الكاتشب مش هتقول لا، بس مش تبقى حلوه يعني مش تبقى زي بره اه. انا من الناس اللي مش بحب الصلصه كتير بصراحه، بحب الصلصه قليله جوه البيتزا اه اه اه، حاط عينيا بس انا بس اقول للسلام مشاهدين حاجه، انا اللي بحب دايما البصل على وش البيتزا بالشكل ده كده ويتقطع ناعم قوي عشان نعمل نسبه وتناسب لتسويه العجينه والبصل نفسه اللي بيتحط اه. هبدا انا ارص التوبنج بتاعنا على حشوه البيتزا بالشكل ده كده، وهناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل هنرجع نحط البيتزا مع بعض في الفرن، لان عشان تحطها في الفرن له اسرار برضه، اوعوا تروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل. We'll be right back.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وزي ما وعدت حضراتكم البيتزا معايا لسه ما حطيتهاش في الفرن للامانه. حطيت الحشوه، والحشوه دي فيك تغيري زي ما انت عايزه، فراخ، لحمه، تشيز لافر، جبنه مختلفه زي ما انت حابه، جمبري، سي فود. انا بعمل ايه يا شيف؟ انا عندي زيت زيتون، بدهن اطراف البيتزا كده بزيت الزيتون عشان تطلع لونها برونزي لطيف وجميل. ودايما خد بنصيحتي، كلت سندوتش شاورما بره، كلت بيتزا بره، كلت مسقعه بره، كلت طبق فول بره، انت حط بصمتك ايا كان بقى، غلط صح، خليكي كده ليكي بصمه في الحاجه اللي بتعمليها. رشه الزعتر على وش البيتزا، لا بتعمل يعني بتركايه لطيفه. اللي انا بعمله ده كده، وافرك الزعتر وهو نازل بايدي كده، تقوم العجينه، اكل العجينه اللي هي الحشوه دي ما تبقاش مسخه كده، لا يبقى فيها طعم الزعتر، فيها زيت الزيتون. عندك حبه بركه، حط شويه حبه البركه. عندك سمسم، حط السمسم. عندك كمون حصى، حط كمون حصى. عندك شمر، حط شمر. غيري من الموضوع، مش شفتها هي تبقى كده، لا انا هروح اعملها في البيت ونعملها صح بس بطريقه مختلفه. فين يا عم الجبنه؟ الجبنه اخر حاجه بحطها بالشكل ده كده. واملاها جبنه عشان الاولاد بيحبوا الجبنه دايما، يبقى جبنه حشوه وجبنه في الداخل زي الفل. لا بس انا والله العظيم المخرج سالني سؤال وجيه جدا، انت ابن حلال، قال لي الجبنه دي مش بنحطها بعد ما بتستوي شويه؟ اذا الحشوه بتاعتنا بتحتم علينا كده، يعني مثلا تشكيله من السي فود، لحمه، شرايح، ايا كان، بتاخد وقت كبير في السوى. انما الخضار اللي انا مقطعه بتقطع صغير جدا اللي هو الكاريهات مع السجق الصغير، فنسبه وتناسب كلها تستوي مع بعضيها. هندخلها الفرن كده بالشكل ده كده زي الفل. في ارضيه الفرن بتتحط العجينه، ما ينفعش ان انا احطها على الشبكه، لازم تتحط على ارضيه الفرن مباشره، ونودعها كده لمده 30 ل 25 دقيقه بدرجه حراره 180 تقريبا. حلو الكلام، حلو الكلام كده. خلصنا وتعلمنا نعمل ازاي بيتزا، والاول مره تخش المطبخ على ايد الشيف المغازي على القناه الاولى، تعملي بيتزا سواء محشيه الاطراف جبنه او العجينه. يلا تعالوا نشوف البيتزا اخبارها ايه. لا صلي على الحبيب، قلبك يطيب. بيتزا معانا، اوبا. يلا مكانها فين يا عم الشيف؟ مكان الايس كريم، اللهم صل على النبي. نخليها هنا ونشيل المربى دي من هنا زي الفل واحنا واقفين مع بعض نقدر نغرفها يا شيف على طبق التقديم. نقدر نغرفها على طبق التقديم. فكرة تعليمية النهاردة، طلعنا بنتيجة حلوة. هي النتيجة يا عم الشيف، ازاي نعمل بيتزا في البيت بطريقة سهلة وبسيطة، وفي نفس الوقت ولادنا يحبوا المطبخ ويخشوا المطبخ يحبوا الحاجة اللي بيعملوها. نخليها زي ما هي كده يلا زي الفل يا عم الشيف. ونشيل ده من هنا ونوسع نفسنا، نخش على اللي بعده. عندنا اطباق من البيض، ده بالشكل ده كده زي الفل. حلقتنا النهارده تدريبيه، فقره تعليميه لاطفالنا الحلوين اللي بيحبوا المطبخ، حابين يخشوا مع مامي، يخشوا مع بابا، اللي بيحب المطبخ يخش. اهم حاجه ان احنا بنكون بنحب المطبخ، بناكل حاجه بره بتعجبنا، ازاي نروح على البيت نعملها بطريقه سهله وبسيطه. وانا من رايي دايما زي ما قلت في بدايه الحلقه، خلي لك انت التركايه بتاعتك والتيست بتاعك والفليفر بتاعك اللي هو يميزك عن اللي بره، زي ما انا عملت النهارده. بيتزا محشيه الاطراف جبنه، عجينه البان كيك بحشوات مختلفه، ممكن تحط ايس كريم شوكولاته، ايس كريم فانيليا غير المانجا. عملنا طبعا اطباق من الاومليت مختلفه، ولو عندنا طبعا وقت هنعمل كذا طبق مفيش اي مشكله. يعني نقول مع بعض مع بدايه اسبوع سعاده وهنا من برنامجنا شير اكله امي، رؤيه فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.